إنسان على الأرض أول ما ابتدى. أخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان ضعف وقوته إنسان ذل وعسته إنسان على موهبته إنسان جبنة وجرته يبقى هو الإنسان بصفك وينصرك ويكون لك أو لا يكون إنسان. يا سبحان الله، من أول ما شفتك وإحساسي إنك شخص ما عادي، وراك شيء، وراك سالفة، بس اللي ما توقعته انك تكون منه. ويا ريتني ما كنت. مجهول النسب ولا اب مثل زايد. اعرف انك ناقم عليه ولك اسبابك. مثل ما انتم ناقمين عليه ولكم اسبابكم. بس هو بيجيه يوم وبيعرف ان الدنيا تدور بالانسان. تعطيه وتاخذ منه. كل شيء مكتوب يا ولدي. ممكن أعرف ليش طلبتيني مع سعادتي الكبيرة بوجودي معك؟ بغيت أتكلم معك يا نواف، بغيت أعرف كيف عشت. اللي عرفته من عمي ماجد إن العم قاسم رباني أنا وسعد مع أولاده. سعد ابن أخو المرحوم مبارك، قاسم ابن خالته؟
نعم، لكن عشت معاه الفترة ومن ثم دخلني دار الأيتام، وهذا كان سبب الخلاف بينهم. تعلمت وأنا كل يوم أعرف وضعي، كان كل ما تزيد همومي ألقى عمي ماجد في وجهي كفاعل خير يرفع معنوياتي ويشجعني لحد ما خلصت دراسة الطب. وليش اخترت الطب بالذات؟ طول عمري أسمع عبارات تحط من نفسيتي وقدري. اخترت الطب علشان أسوي العكس، أساعد، أعالج، أسمع كلمات مدح وشكر وثناء. كل هذا كان يعطيني معنى جديد للحياة، معنى يعادل أو يزيد عن اللي شفته. أنت إنسان يا نواف، وهذا يكفيك. صدقني، لا العائلة ولا النسب ولا الجاه يسوي شيء. كل هذا ما يصنع إنسان يحس بقدره ويراعي ذمه. يا مناس، وهم من البشر، ما خذوا غير المسمى، وهم أفعالهم شرسة مثل الحيوانات المفترسة. لكن بعدني أقول كل شيء مكتوب. إيش اللي جابك يا ماجد؟ ولا جايب كذبة جديدة؟ لا، هالمرة جايب حقيقة جديدة لك. كل حقائقك كذب وأنا ما ممكن أهتم بيها. في يوم سألتني عن زوينة وولدها. قيصر، خلينا لوحدنا. أنا عندي نص سالفة زوينة، بس للأسف كلها كذب في كذب. فيها اتهام لعمي ماجد إنه ظلمها. هذه هي الحقيقة يا ولد؟ الحقيقة ناقصة يا أبوي، والدليل أنت بنفسك ما تعرف تكملتها. إيش اللي يمنع إني أعرفها معك من عمي ماجد؟ عمك ماجد بيكذب مثل عادته. إذا المفروض منك إنك تطرده قبل ما تسمعه، ما دام عارف إنه هو جاي يكذب. ماجد! كم مرة أذكرك يا أبوي إنه اسمي قيصر؟ لكن ما عليه، هذا هو عمي ماجد عندك الحين. عصيت علي حتى ولادي، واليوم جاي تكملها. قول اللي عندك وغيب. حاضر، بقول لك. بدون ما تقول شيء يا رقية، أنا إيماني بالله كبير، وأحس شداد بيظل باقي معي. أنت ما شفتي كيف كان في أيامه الأخيرة؟ سمعت عنه وحمدت ربي على اللي صار معه. رضية، أنا ما أريد لك هالوحدة، أنت لازم تعيش حياتك عشان أولادك. أكيد بحتاج وقت يا رقية حتى أكون اللي أنت تقولي عليه. عذريني. ليش ما تروحي تعيشي عندهم بالبيت بدل ما أنت جالسة هنا بروحك مع عيالك؟ لا يا رقية، شداد عمره ما أحس أن ذاك البيت هو بيته. هذا بيته، يكفي ان عمتي وعد معي. كذاب، كذاب مثل عادتك. دكتور نواف اخوي. لا طبعا، كل اللي قاله كذب. انا عندي دليل اذا بتقول. دليل على كذبك يعرفه قيصر زين، مبلغ الشيك اللي دخل باسم نواف. ذاك حق بسيط من حقوقه يا زايد، ما يعوضها لحظة شعور بأن مجهول النسب، ما يعوضها لحظة حنان أم ماتت مقهورة ومهمومة. مبلغ تافه قدام لفظة لقيط. ليش؟ ليش يا أبوي؟ أنا طول عمري كنت أحاول أكذب سمعي وبصري على كل تجاوزاتك. وصلت المرحلة إني لازم أفقد الكل عشان بس أكون معاك. قيصر، أنا خطأتك.
سألتك عنه، خبرتني عنه، بس أنا شفته بعيني وبحواسي. القصة اللي قالها أنت سمعتها للنهاية عشان تريد تعرف الحقيقة، بس الظاهر جات ما تناسبك، والحين تحاول تقنعني بنهاية ثانية. اطلع برا برا برا، ما اريد اشوف وجهك مره ثانيه في شركه، ولا ما تلوم الا نفسك. وقسم البيت بدون ما تحلف يا زايد، ولو ان ما يفرق حلفانك من عدم، اوعدك اني ما براوي وجهي مره ثانيه، لاني متاكد اني موجود في شخص كل واحد قدامك. يلا على فكره، بعدني أأكد لك أنه عندي اللي يثبت أن نواف يكون ولدك. وش هو دليلك؟ قبل شوية كنت تطردني. تكلم. عندي شهادة ميلاده، نواف بن زايد، وهذه نسخة. هذه ما تعني شيء. هذه تعني كل شيء، وإذا تشك أنها مزورة تأكد بنفسك. كيف صار هذا؟ كيف ممكن يتسجل باسمي من دون ما أدري؟ قيصر، إذا قدرت تجيب ماجدة بنكون كلنا في بيت المرحوم شداد باكر إن شاء الله. حاضر، بيكون هناك. خلاص صار هو الأمر الناحي، صار واحد مهم في العيلة. ليش تريد تنكر بعد انه هو اخوك؟ هذا ايش معنى؟ تريد تتخلى عني؟ بغيتك تراجع نفسك وتعترف باخطائك مع اخوانك مثل ما هم سووا. الموازين كل يوم تتغير، ما مهم ان تكون لصالحنا، الاهم تكون صادقة حقيقي. كنت متوقع اني بحصلك هنا، دائما تجي تجلس في هذه الخرابة وكأنك تقوي سحرك وترك اللي ماجد يلعب بعقول اولادنا ووعد. خليه يلعب بعقولهم، ما بينضر. انت كنت طول الوقت تلعب بعقولهم. لهجتك ما عاجبتني يا راشد، كأنك نسيت اللي سويته. وبعدك جاي تهددني؟ ما وصلك اني اعترفت لهم باللي سويناه انا وانت؟ خلاص تهديدك اصبح ما له معنى. كيف ما له معنى؟ اعترافك اللي كذبته شيء، لكني ممكن أأكده للشرطة حتى يعيدوا التحقيق من جديد في حادثة مبارك. ما غريب عليك، هتسويها، لكن إذا ما سويتها أنت
أنا أتقدم إلى مركز الشرطة. أنت جنيت؟ تريد تودي نفسك للمهالك؟ هذه حادثة قتل متعمد؟ أعرف، والقانون في الجزر ما يفرق بين الفاعل والمحرض، ويمكن المحرض يأخذ الجزر أكبر. ظاهر أنت خلاص ما هم منك شيء. أنا أريد أرتاح وريح ضميري. عد أيامك يا زايد مثل ما عدها والد شداد، لأنه أخطأ. راشد يا أخوي، اللي صار أنت تعرف حجتنا إيش فيه، وما كنا نريد يصير بذيك الطريقة، لكنه قضاء وقدر، والسالفة مضى عليها سنين وسنين، خلينا ننساها خلاص. فات الأوان لهذا الكلام، الكل عرف، وإذا أنا وإنت تناسيناها هم بيذكرونا، عيونهم بيتذكرنا. زين، وش ناوي تسوي؟ ناوي أسلم نفسي، بس في الوقت المناسب. وكيف يعني في الوقت المناسب؟ في أشياء لازم أخلصها بالأول، مع وعد وماجد. ماجد ماجد ماجد، طول عمره مثل الشوكة في حلوقنا. خلاص صار هو البلسم الحين. ليش لا؟ ما دام انه قادر يداوي الكل بإيمانه وأخلاقه، يا ريت يقدر يداويك، بس أشك انه يقدر، لأنك انت مالك دواء. انا اللي بداويكم وبطريقتي، لأني انا بعدني الأقوى. ايوه سعد، ها وينكم؟ اتصلت نواف بس ما رد علي. طيب شوفه ويلا جيبه معك. تعبت كثير في غربتك يا ماجد؟ الاكيد انه كان تعب نفسي اكثر من اي تعب اخر. احساسي باخطائي كان اعمق شيء في داخلي، كنت احس كانه جرح يحرك كل معاني الإنسانية فيه. قبل لا أخرج من البلد التقيت بالشايب سالم وزوجته، علموني إيش يعني الانتظار وهم ينتظروا ولدهم الوحيد. أول ما سافرت، أقصد هربت إلى اليونان، كنت مثل التايه
هارب من واقع مزعج أنا السبب فيه إلى واقع مجهول لازم أعيشه. So I wanted to ask you about how do people treat each other, you know? Yes. Yes. And we can go to your aunt. التقيت بزوجتي اليونانية الأولى مارغريت. كان الفرق بيني وبينها سنين من العمر. هي اللي اختارتني. وافقت حتى ألقى الأمان هناك. كانت أرملة بس غنية مال وعلم. لقيت في مكتبتها كتب فلاسفة اليونان في المنطق وعلم الاجتماع والقياس. قريت منهم كثير. حققت نوع من الاعتدال في الفكر والهدوء في التعامل مع الأشياء. ولكن يا سبحان الله، النفس ما تطيب إلا إذا طابت السريرة، وما في شيء يعكر سريرة الإنسان إلا الفقدان. ماتت؟ بعد معاناة مع مرض السرطان. ساعتها تعلمت منها إيش كثر الإنسان ضعيف، وإن قوة الحقيقية ما تظهر إلا بعطايا للآخرين. مارغريت من روعتها الله يرحمها خلفت لي العلم وأموال كثيرة. طول عمرك الحظ معك. الأكيد إنه الله كان معي. كنت دائما أحس إنه جنبي. كان دائما يعطيني إشارات تنبهني وتنور لي دربي. سألت نفسي هل أنا أحبه؟ هل أنا معطينه حقه في العبادة والالتزام بأوامره؟ ماجد؟ أيوة يا وعد، أيوة كنت ولا زلت وببقى أحبه. لكن الطريقة في ذيك اللحظة تغيرت لما قابلت مسلمة في مثل سني، جميلة جمال الكون كله، فيها حنانك أنت وإرادة شداد وجبروت زايد. حبيتها حب كبير وتزوجتها. تعلمت منها أن الإيمان أعز مراتب الإنسانية. وأن الصدق مع النفس سبيل لحل المشكلات. وأن المواجهة أقرب طريق للحقيقة. لكن يا سبحان الله، بين الوسيلة والغاية نخسر اللي نحبه بحجة أنه دائما على صواب وهو المخطئ. طلقتها يا ماجد؟ ليش؟ اعتقدت أنه الإيمان أساس المظهر، وهي علمتني أن الباطن هو الأساس. فالله لا ينظر إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم طلقتها، قدر الله وما شاء فعل، وهذا أنا. الله أكرمني برقية. ما أريد أعرف كل الكلام اللي فاتني. هذا هو عندك. بشوف رضيع علشان تنزل.
انت فالخير علي يا رقية، فرحتي بوعد ولمة الأسرة ما تعادلها أي فرحة في الدنيا. الله يديم الخير عليك يا حبيبي. يا رب آمين، يا رب آمين. أنا بخير يا عمتي. كيف عمي ماجد؟ طلب اجتماع العائلة هنا عندكم في البيت لأنها كانت رغبة المرحوم شداد، الله يرحمه. وأبوي بيكون موجود؟ لا أبوك ولا أمك قادرين يتخلوا عن حياتهم. عندك حق، أمي اللي بكرة تخاف تنعدي مني. أنا بنتها يا عمتي. الوسواس ساكنهم من زمان. يلا يا بنيتي قومي طلعي لهم، هم ما جوا إلا علشانك. يلا. لا 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 بالعافية. أنا كثير. يا سلام، من متى هذه العائلة ما تجمعت كلهم وما ضحكتك ذاك؟ اي والله، اي والله يا اخوي، زول اسباب النكد ويعم الفرح. اذا تعامل الانسان مع الاخر بدون نوايا مبطنة هذه هي السعادة. معك حق ماجد، انا تكلمت مع زايد وهو بعد عند عنادة. اللي يهمنا الحين انه يعترف بنواف رسميا. اظنه صعب. أنا خبرته أني راح أقول الحقيقة للسلطات. هو بعد ما عرف أكيد بيحاول يحصل طريقة، لكن بأسلوبه هو. طاح من فوق الدرج وكنت بعيدة عنه، خبرتني الشغالة. ما عرفت إيش أسوي، اتصلت بالدكتور اللي تعالج عنده، قال لي عنده شلل نصفي. مسكين زايد ما يستاهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمعني يا زايد؟ أيوة راشد. استريح استريح أسمع. أريد أشوف أولادي. أزمة وتعدي إن شاء الله. إن شاء الله. سلامتك يا أخي، تطمن نحن كلنا معك. إحنا لازم نقول المستشفى يا خيس. وأنا بعد، هذا كان رأي لكن هو رفض. حاول تقنعه يا عمي. لا لا خلاص، هذه هي نهايتي. أريدكم جنبي في أيامي الأخيرة. أنا رضيت بنصيبي وهذا جزائي. من يقول إنك في النهاية أطيح هذه الطيحة؟ أنا أريد أشوف وعد، أريدها تسامحني. لا ما أريد أشوفه وما أريد وجهي يجيب وجهه. بس هو الحين مريض مشلول. اللي مثل زايد ما ينشل، حتى لو انشل كل جسمه فعقله وشره ما ينشل. سمعتي عن شيطان يتوب؟ بصراحة حالته تصعب على الواحد، على قوته وجبروته يصير نصفه ساكن صعبة. ما دام عنده نص يتحرك فهو قادر على الشر. أنا لا يمكن أشوفه. الأمور تعقدت وأنا لازم أكون أكثر صراحة معك. إذا كنت تقصد مرض زايد فهذا ما بيغير شيء في الموضوع. أدري بس لو ما تعودتك متردد كذي. قول لي في راسك يا ولد. بصراحة أنا ما أريد اسمي يتسجل رسميا في الأوراق باسمه. بس هذا الشيء لابد منه. إذا ما كان علشانك فعلشان مستقبل أولادك يا ولدي. هذه مسألة نسب. أولادي ينتسبوا لي أحسن لهم ولا ينتسبوا له هو.
هو مثار الأسئلة بيكون. ما أريدهم في يوم يعرفوا نكرانه إلي، وما أريد أعيش حياتي ومعاناتي من جديد في وجوه أولادي. أرجوك أرجوك تفهمني. فاهمنك يا نواف، بس بعدني أقول لك فكر زين وخذ قرارك بالراحة. اللي أتمناه يا ولدي إنك تتقرب من عائلتك، أخوانك على الأقل. صدقني راح أتقرب من أتأكد إنهم فعلا يعتبروني أخوهم. أنا طلبتك يا ماجد لأنك الوحيد اللي ممكن تفهم كلامي. إذا كنت بتقول لي شيء فلأن الوحيد اللي أعرف معنى كلامك. ما في وقت لهذا الكلام الحين، أنا هذه حالتي وما أريدها تزيد. إيش بغيت تقول يا سعيد؟ اللي بغيت أقوله إن ننسى اللي حصل ونكون عيلة واحدة متجمعين مع بعض. هذا إحنا معاك وما فارقناك، المشكلة عندك أنت وعنادك. كل اللي تريدوه بيصير، أنا مستعد إني أبيع لكم حصتي من الشركة، ومستعد إني أعترف لكم بكل شيء اللي حصل، ومستعد إنك تعترف بنواف؟ ماجد، وأنا إيش اللي يضمن لي إن هذا الولد ولدي؟ أنا ضمان يا زايد، أنا. وإذا كنت تريد تعتبر بطيحتك هذه لازم تغسل مخك من كل هذه الأفكار والشكوك. خلاص أنا بعترف، بس المهم إنك أنت تقنع راشد إنه ما يتهور ويروح يعترف على نفسه وعلي. غريب، هذا اللي همك؟ يعني ما تكلمت عن الوعد واللي سويته فيها، ما تكلمت عن قصورك مع شداد ومن بعد ربيع، ما تكلمت عن قيصر وماجدة والكذبة اللي عايشتهم فيها، ما تكلمت عن مئة وعن غربتي طول هالسنين. ماجد انت كلامك كله صحيح، بس اعذرني انا مشلول وعلى ذي الحالة. في شيء انا ما مرتاح منه. زايد رضية باغية تشوفك. لا لا، ما تريد تشوف بنتك؟ ماجد ماجد انت تعرفني انا من ايش خايف. انا وسواسي. انت وسواسي وطول عمرك وسواسي. تعتقد ان رضية انتقلت لها العدوى من شداد وخايف تعديك. أنا بصراحة بديت أشك إنك مشلول. سلامتك يا أبوي، تطمن ما بقترب منك. أنا سمعت كل الكلام، ومع هذا أقول لك الله يشفيك. يا الله، شوف الفرق، بعضهم يدعونك بالشفاء. نعيمة، زوجك مشلول؟ أيوة، أنت ما تشوفه قدامك طايح في الفراش؟ قوم يا زايد، تمثيلك ما بينفعك. كيف يعني؟ أنت حتى في هذه ما مصدقني؟ انت حتى في هذه تكذب. كل هدفك انهم يكونوا حواليك، وان راشد ما يبلغ عنك، وانك ما تتعاقب، فاخترت لنفسك هذا العقاب صفة مشلول. ونعيمة ساعدتك.
بس انت كيف عرفت انه هو يكذب؟ نعيمة! ايوه صاحي، وبسوي كل شيء علشان املكهم، اسيطر عليهم. سيطر على نفسك اذا تقدر يا زايد، وصدقني الاستمرار في الخطأ ما بيفيدك بشيء. بروح ابشرهم انه شللك انتهى. لا تخاف، ما بخبرهم بكل التفاصيل، بس خذها كلمة مني انك محاسب عند ربك، وان ذنوبك في ميزان الحق محفوظة. يا ربي، كيف هذا الجني قدر يكشفك؟ تعال انتي، تعالي ساعديني شوية. نعيمة، ما قادر أحرك رجولي. إيش؟ إيش معناته هذا؟ تذكري كيف كنت معذبنكم وانا عوشن فوق الجدران والاشجار؟ ماجد، يا ترى هذه النهايه اللي كنت تريدها؟ من منا يا اختي يصنع البدايات حتى يختار النهايه؟ راشد كان معاه حق لما اعترف للشرطه. راشد عاش طول عمره في حالة خوف وتهديد. اللي سواه قمة الشجاعة، سوى اللي يمليه عليه ضميره علشان يرتاح، والله سبحانه وتعالى بيكون معه. واحنا بعد معه، ما بنتركه. وزايد، زايد عاش طول عمره في حالة من الجبروت وحب السيطرة وامتلاك الأشياء والبشر غصب قصر. رغم هذا هو بيعيش في حالة من الوسواس الدائم، جبن داخلي يخبيه بقناع القسوة، والنتيجة العجز عن الحركة. وانا يا ماجد؟ انت حنان الارض في روح انسان، جاوزت الكراهيه لانها انفرضت عليك القلب، ورغم انك كنت تعيشي لحظاتها التعيسه الا انك كنت تصنعي لحظات من العطر، الورد والعود المبخر. حياتك بي هي حنانك المتوقف. وانت يا ماجد؟ ولا اقولكم هو ايش، انا جبته من داخل البيت القديم وبديت اقرأ.